السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل انسحاب يمني جديد من الحدود السعودية، وإلى التفاصيل. شهدت الحدود السعودية اليوم الاثنين انسحابات جديدة في صفوف العناصر اليمنية التي تقاتل دفاعا عن الجيش السعودي، وذلك بتزامن مع عودة التوتر وسط تلويح صنعاء بخيارات عسكرية. واستقبلت صنعاء دفعة جديدة من الجنود العائدين إلى صف الوطن، وأفاد المركز الوطني للعائدين بأن من بين العائدين الضابط مركي عبد الله قاسم الحسني. والحسني كان أحد المرابطين في جيزان، وكان يعمل في مكتب العمليات التابع لما يسمى بقوة 116 السعودية بجبهة حرض. ومع أن صنعاء تستقبل بشكل دوري عائدين من صفوف الفصائل الموالية للتحالف في مختلف جبهات القتال الداخلية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها ضباط من الحدود السعودية منذ فترة. ويشير توقيت العودة إلى قرار قناعة هؤلاء بالانضمام إلى صف الوطن مع افتضاح الدعاية السعودية ضد اليمن في حربها الممتدة منذ العام 2015، كما تشكل خطوة فارقة خصوصا في ظل التحشيدات على الحدود. ويشكل المجندون اليمنيون خط الدفاع الأول عن القوات السعودية في جبهات الحدود. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.